ثم يتوبون من قريب. يعني وأنا وجدت يعني بعض الناس يعني قديماً يقول يعني إذا تأخرت التوبة حتى قبيل يعني قبيل الموت حتى قبل الاحتضار هذا لا تقبل، لأن الله يقول ثم يتوبون من قريب، وهذا أيضاً خطأ في فهم الآية، لأنه ورد عن السلف وثبت عن السلف وفي الآثار أن كل ما كان قبل الموت فهو قريب. يعني الله زي ما أنت الآن حتى في تعبيراتنا العامية يعني يقولوا له أرجع من قريب أحسن، يعني بمعنى قبل أن تموت، لأنه إذا مات الإنسان أو إذا دخل في سكرات الموت ولم يتب وأراد أن يتوب حينها فلا تقبل التوبة، كما حصل من فرعون.